يحاول إدراك التغيرات التي تحصل حوله بما يستطيع. إنه الطفل السوري الذي عصر أحداثاً بعيدة عن عالمه الطفولي ليعيش حالة من الشرود الذهني. فهل تؤثر هذه الحالة في دراسته وحياته؟ تشير البحوث الطبية والنفسية إلى أن التشتت الذهني الذي يصيب نحو 10% من الأطفال يمكن أن يتطور إلى مرض ذهني خطير عندما تظهر على الطفل علامات سوء السلوك ومشاكل نفسية واجتماعية، وهو يصيب الذكور أكثر من الإناث. ويلاحظ الأهل أعراض الشرود الذهني على الأطفال في حياتهم اليومية أو أثناء دراستهم، الأمر الذي قد يسبب إزعاجاً لدى الأهل عندما يتحدثون إلى أطفالهم ولا يجيبون. وينصح الخبراء الأهل بالهدوء في تعاملهم مع الأطفال الذين يعانون من الشرود الذهني وعدم التأنيب والتعنيف، فالأمر حالات طبيعية لا تتطلب القلق، ولكن يجب على الأهل التحدث مع الطفل بهدوء وبشكل مستمر ومشاركته واجباته المدرسية بعيداً عن الصراخ.